صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأيكم في كتاب موارد الظمآن للشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى؟ هذا كتاب وعظ، الشيخ عبد العزيز السلمان عالم وموثوق من جهة العلم ومن جهة العقيدة، فهو عالم جليل، والكتاب إنما هو في الوعظ والتذكير، أخذ من القرآن ومن السنة ومن كلام أهل العلم. نعم.